السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من ألوم كملين النهاردة عبد الفتاح السيسي قال إيه بيحتفل بعيد الشرطة وهو بيحتفل بعيد الشرطة قاعد يقول لهم جماعات الشر بتحاول تتآمر على الدولة بيحاول يخبي وبيحاول يداري الخيبة اللي في كل المجالات اللي الناس شايفينها آخر الخيبات دي يا جماعة الراجل عايز يقفل مستشفى الصحة النفسية مستشفى العباسية كلنا عارفين العباسية أو السرايا الصفرة زي ما بيقولوا عليها السرايا الصفراء عبد الفتاح السيسي شاف ان مكانها مكان كويس واخده حته نظيفه كده وانتم عارفين انها كانت في قصر او لحد دلوقتي مبنيه او موجوده داخل قصر من قصور الملكيه القديمه فقال لك بس خلاص احنا هناخد المنطقه دي ونعمل بيها اي حاجه تجيب فلوس عبد الفتاح السيسي بيستكتر على المصريين انهم يبقوا عايشين في حته ممكن يبيعها لحد وياخد فلوس بالظبط زي النخاسين او زي القوادين شاف ان منطقه مسبير مثلث مسبير ده جميل جدا وبيبص على النيل ايه ده معقول يبقى الناس دي قاعدين بيبصوا على النيل واحنا وانا كنت متربي في حاره اليهود يلا شيل ومشي الناس دي من هنا يروح على سوق الرواعي معقول الناس دي في وسط البلد في حته زي دي شيل وبيع للامارات يروح على الوراء يروح على نزله السمان اي مكان بيجيب فلوس السيسي شغال سمسار يلا امضي وروح وشيل والامارات موجوده وفلوسها موجوده ليه؟ لان الدول الاقزام دي بتحاول تعمل لنفسها تاريخ فتشتري تاريخ الاخرين زي ما هيشتروا من السيسي 32 الف قطعه اثار مصريه اتهربت من مصر وكله بحسابه ما تفكرش ان الاماراتي بيديك فلوس علشان سواد عينيك لا الاماراتي بيحاول يشتري لنفسه مكان ولان هو مهما كان عنده 700 ألف مواطن نصهم متجنسين من إيران ومن اليمن ومهما كان فمساحته 83 ألف كيلو فبيعمل إيه؟ يجي ياخد دولة زي مصر بس ياخدها من مين؟ مش من ولادها النضاف ياخدها من النخاس القواد اللي بيتاجر بعرض وشرف البلد والناس تترمي في الشارع النهاردة تعال شوف و... نشوف مع بعض مستشفى الأمراض النفسية في مصر مستشفى أو زي ما معروفة في مصر بالسرايا الصفراء اللي موجودة في العباسية الناس كانت بتقول كده تقول لك العباسيه دي كمان هيقفلها وينقلها مدينه بدر وكلام كمان على مجمع التحرير وغيره ايه اللي هيحصل بالظبط تعال نشوف مع بعض السيسي اللي وصل بيه الحال انه بيتامر على مستشفى الامراض او مستشفى الصحه النفسيه بالعباسيه عشان كده بقول لك السيسي السيسي بقى في مستشفى المجانين ده مش عنوان فيلم لاسماعيل ياسين ولكن السيسي في المستشفى علشان يشيلها علشان يزيلها علشان أي حاجة بتمت بصلة لحضارة وتاريخ المصريين السيسي بيعاديها حتى يا مؤمن لو كانت مستشفى العباسية السرايا الصفراء